بخصوص المؤشرات والحركة الإيجابية اللي شهدناها آخر شهرين، هي نتاج قوة في المؤشرات الأساسية للشركات المالية. بعض الشركات حققت نتائج متميزة في الربع الثاني من الشهر أو في الربع الأول، وتوقع برضو بأداء إيجابي للربع الثاني. انعكس هذا بشكل إيجابي على أسعار الأسهم، ناهيك عن أنه التوقعات لخفض الفائدة السنة الحالية تشير إلى انخفاض أو توقع كبير لخفض سعر الفائدة، وبالتالي راح ينعكس إيجابا على أسعار الأسهم الفترة المقبلة. بالعادة الصناديق الاستثمارية تكون سباقة في استغلال الفرص، فكان في تحويل، زي ما كان في لقائنا قبل حوالي شهر ونص مع قناتكم الكريمة، لأن توقعاتنا بدخول سيولة الفترة المقبلة على بعض الأسهم اللي حققت أداء إيجابي، فهذا كان السبب المباشر في عملية تجميع الأسهم وانتهاز الفرص للنتائج الإيجابية اللي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية. بالفعل يعني سيد شادي، كما تتحدث أنه النتائج إيجابية، يعني كنا تابعنا الأسبوع الماضي صدور نتائج من القطاع المصرفي، يعني من ناحية تابعنا نتائج ENBD في سوق دبي، وكذلك كنا تابعنا نتائج بنك ADCB في سوق أبو ظبي، نمو قوي في أرباح البنكين، يعني نستطيع أن نقول أنه نمو بدبل ديجيت. هل التوقعات تشير إلى يعني أداء مماثل لبقية القطاع المصرفي في السوق الإماراتية؟ صحيح، تم تحقيق او صدور نتائج لبعض قطاع بعض شركات القطاع المصرفي، ومنها برضه مصرف الشرق الاسلامي حقق نمو بحوالي 17% خلال الربع الثاني. نتوقع لبقيه الاسهم في نفس القطاع، سواء مصرف دبي الاسلامي او ابو ظبي الاسلامي، المحافظه على نمو. توقعاتنا لسهم دبي الاسلامي حقق نمو بمتوسط 9 الى 10% في الربع الثاني. وابو ظبي الاسلامي كمصرف ابو ظبي الاسلامي ممكن يحقق نمو يتراوح برينج 33%. دبي الاسلامي حقق في النصف الربع الاول 1.5 مليار درهم، توقعاتنا يحقق 1.7 للربع الثاني. ما شاء الله ابو ظبي الاسلامي حقق 1.3 بليون في الربع الاول، توقعاتنا بتحقيق 1.8 بليون للربع الثاني. طبعا ما دامت الفائده في عند المستوى الحالي مرتفعه تتراوح بين 5.25 و5.5، نتوقع استمرار تحقيق يعني نتائج قوية جدا للقطاع المصرفي. وماذا طبعا عن ناهيك عن انه تفضل ناهيك عن انه تم فرض ضريبة خلال النصف الأول، رغم ذلك القطاع المصرفي حقق أداء متميز. تفضل. ضريبة على الشركات، صحيح. طيب دعنا كذلك يعني نتطرق إلى بقية القطاعات، ربما يعني أبرز القطاعات في سوق دبي القطاع العقاري. يعني في الآونة الأخيرة كنا نشهد ضغط على أسهم هذا القطاع، سواء أعمار العقارية سواء الدار. هل ما التوقعات بالنسبة لنتائج هذا القطاع؟ بشكل عام القطاع العقاري لاحظنا نتائج عمار كانت العناوين توحي بتراجع، ولكن هي مضمونا وفعليا تم تحقيق نتائج ايجابيه. شركه الدار حققت نتائج يعني قياسيه بنمو 81%، فبالتالي بشكل عام القطاع العقاري سواء في دبي ولا في ابو ظبي تحقق الى حد الربع الاول نتائج متميزه، ونتوقع باستمرار هذه النتائج للفتره المقبله. القطاع العقاري يشهد نشاط، يشهد استقطاب على يعني نحكي استقطاب عالمي، سواء إمارة دبي ولا إمارة أبو ظبي، فبالتالي نتوقع استمرارية القطاع العقاري في الانتعاش. وكما أشرنا أنه برضو أسعار الفائدة تلعب دور أساسي في انتعاش القطاعات بشكل عام للفترة المقبلة.